الإيجار بيت دورين بقرطبة، شارع واحد، 6 غرف نوم، هاي المواقف مظللة، هاي المدخل، هون في حوش، هاي تكملة الحوش. هذا مدخل تاني، في غرفة ندخل على البيت، هاي الصالة، صالتين كبار، كيف مركزي، هذا باب لبرا، هذا الدرج، هذا مطبخ خارجي، باب الفرنساي، حمام ضيوف، مغاسل، في عنا غرفة ماستر 5x4.5، شطرات كباتات بالغرفة، حمام الماستر، عندنا مطبخ. الساعة 4 في حوش، مطبخ خارجي، عندك هذا الباب يطلع لبرا، هون غرفة الثلاجات، هون برا بالحوش في عنا غرفة سائق مع حمامة، ندخل على البيت مرة تانية. نطلع الدور الأول، عندنا صالة، غرفة ماستر كبيرة تقريبا 7x4.5، فيها كباتات، هاي حمامة، نرجع للصالة، هاي البلكونة، هذول غرفتين بيناتهم الحمام، هاي غرفة التالتة، هذا الحمام، هاي غرفة الرابعة، هاي الغرفة الخامسة، هاي الغرفة السادسة، بيخدموا الحمام، يعني الدور الأول في عندك 5 غرف، 3 حمامات، واحدة منهم ماستر غرف مع بلكونة وصالة، نطلع على الأخير، الأسطوح،
غرفة غسيل. مع حمام وغرفة الخدامة. عند السطوح. مكان التكييف. هاي السطوح. ستلايت. خزانات المي.